أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أذكرك كمان ديرو عندي صوت حجرنين على كتاب عندي برا كتاب أصوله ثلاثة كراتية قال له كمان عندي عرب سنة قال له أذكرك جو كمارو دا جينا دي دانينا عندي جو يكونين شما المرتبة الثالثة مرتبة كنيا كاميرون مالمي الإحسان إحسان ري. كمان قاون قلتنا مرير الإسلام درو ركن هذا يا كم بيونا مالمي ركن هذا برورن الإسلام والإيمان والإحسان ده إن دي كرانينا إسلام دي كرانينا إيمان دي كرانينا ركت لو ترى كرادن بين ترنا ده جي كور ده شما ركن دري ما درو قاين مرتبة ده دري درو قاتين شما مرتبة دري كرانين شما مرتبة شما الإحسان إحسان ده وهو لا ركن واحد ركن زفلنج دباونه وهو شيء إحسان ده أن تعبد الله ألا أبن من ما كأنك تراه ألا دار من يرى أبني فإن لم تكن تراه نير شر بار ولنا فإنه شر يراك ينظر أدي رشا أبني. والدليل قوله تعالى كولي كما يحب كذين إن الله تودرك كما دم مع الذين اتقوا ركوا أم شردك سنة كره والذين هم محسن ركوا أم إحسان سنين يدركون كما دي شكرر. وقوله تعالى كولي كما وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ده المرتبة الثالثة الإحسان وهو شيء على مراتب الدين وهو ركن واحد ويندرج تحته مرتبتان إسلام دي مرتبة دين دي شما وهو أعلى مراتب الدين شما مرتبة دين حبكتان شو ركن زفل ميجي كروشي ركن ركن إحسان دين أوائن دي مرتبة إن دي تون دين مرتبة إن دين فلندا عبادة المشاهدة عبادة دنو هي عبادة حب ورغبة وشوق لما عند الله عبادة دنو أو دا رومين نيرو هي شما عبادة حب عبادة كراوي كراو ورغبة منغرت وشوق دلمت أويرو لما أو دا عند الله نكما عندنا دران دلمت مثلها مثالها مثال عبادة الأنبياء والرسل عليهم السلام مثال عبادة كن جماعة نبيا عليه ويمكن مونجين لغيرهم سن قرون يارو مونجين الوصول إلى هذه المرتبة مرتبة الله ناترنا مونجين. عبادة المراقبة هي عبادة خوف وهرب عبادة نريتي عبادة نوشما دروكاسي أو ريما دروكاسي وهذه المرتبة لا يخرج منها لا يخرج عنها مسلم مسلم ألا منش لا سليم. توضيح ليس معنى هذا أن صاحب هذه المرتبة مرتبة هذه سواء درشي عند الله يحب عنده حب لله فقط لا بيا ألا را بس نجيجي لا وليس عنده خوف منه بس ألا ذكرون يا ألا دوريت بعد يجي معنا دو سبحانه وتعالى ولكن أما في هذه المرتبة مرتبة ألا أقوى دافع أودن تمبلزين كما يقصين ما يدفع العبد للعبادة هي أود عبادة كما جزين ما دين تر هي محبة الله سبحانه وتعالى على ذاكر أود ومنها شلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كان جاي مالينو قولين أفلا أكون عبد أفلا أكون عبدا شكورا وي والنبا كان جاي على راس كرام روي والنبا قولين كان جاي مالينو دون نكادو. والدليل من السنة سنة لن إسنا حديث هذا الحديث دليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان كرونغو دليل أدي سنة لن إسنا حديث حديث ذن جبريل المشهور شدن فتتنا ما عن عمر فتتنا ما فت عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي ما سينا عمرينو عندي نبكة أدي دو إيم لنا كنجة ملين إذ طلع علينا رجل قال عندي نتشكلو قاشي مار الشديد بياض الثياب كذا مزبول تلا شديد سواد الشعر كندولي سلم بوتا لا يرى عليه أثر السفر ألم بلا ريش لن با ولا يعرفه منا أحد دنيا مزورون دين شانو زنا با حتى حرم جلس إذن نبكونو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناكن قاملا إذن نبكونو فأسنا لشيء غريجو ركبتين قرم قرم زا إلى ركبتين قرم قرم كن قامير غريجو وضع جنازه شيء كفاية كردين ذا على فخذه دونك إن جمال الدم دون ذرو جنازه وقال يا محمد أخبرني أروح وراني يعني الإسلام يكرم مسلم ده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شرو الإسلام شكر مسلم ده أن تشهدني شني أن لا إله إلا الله كمان قرن جمال كرجال أبت مبار شني وأن محمد رسول الله كن جمال يداني شني كن جمال يرو محمد ده كن جمال شني
وتقيم الصلاة ذا العكت وكبكيني وتؤتي الزكاة زكاية وتصوم رمضان رمضان زمني وتحج البيت فاتو كما ينجيني إن استطعت الرنما إيه إليه سبيلا لتردي ولا ما قال أنا صدقت جريم جينو قادي قال فعجبنا لو شاجب كي يسأله صوري نو يصدقه جري عجيني فقال أخبرني قال أنا فأخبرني عن الإيمان وروح حوراسني إيماني لأبي شور وروح حوراسني قال أنا أن تؤمن بالله على يسرم وملائكته كتوانزا وكتبه كتو وملائكته مليانزا وكتبه كتوانزا ورسله كمانزا واليوم الآخر مدريا كسني يسري وتؤمن يسرر بالقدر قدر خيره وشره خير ذا شر ذا تموت يسرر الشمه قال انا كما دي صدقت جريم قال انا فاخبرني وراح وراسني عن الاحسان احسان ده قال انا عليه السلام ان تعبد الله على ابن من ما كانك ترى ولم ان على ده تشلغ يرو من يرو ابن فان لم تكن ترى ونرجع مر ولم يعدالي فانه شري يراك ينظرين قال فاخبرني وراح وراسني عن الساعه أيس عن الساعه ليرا واتدا وراح وراسني قال انا كان جمال المسؤول عنها باعلم من السائل بأعلم من السائل شكرا مرشي دورنا دا نوتن كوزنا رول زيدي يولي قال لي فأخبرني عن عماراتها أورا لما أدن اللي رواتي دا قل سوني قال أنا أن تدي سنبين الأمة تتري ربتها كمان ذا سنبين وأن تراني رمين الحفاة أمشي دي أسؤال عرات كذا مكرات أسؤال عالة التلا رعاء الشاء سنما كيسو يتطاولون في البنيان فاتو كرو غردن معناه ينقلب هذا الفقر الى غنى فاحش نمتلاد نمقالي وبناتر يسول جن ادي هنا داي فمضى قال فمضى داي كم زي قاضي هنا فلبثنا نبكي مليا لقتو انا لا ارى نبكي نمين اكيد قال انا كن جمال اتدري يا عمر اتدري من السائل كرمار دورون ما قال انا سيدنا عمر الله ورسوله اعلم الا كن جم ذا سندمانو زاونا كم ارندرو ألا كان جايب لاس اني منو ذا عليه الصلاة والسلام إن هذا جبريل فإنه جبريل يعلمكم أتاكم يعلمكم دينكم ننديرو كيرو عدين دوا ننديرو يكولرو كيرو كم يسنا معاري شمالي يا جبريل دي أنا كان جايب على محمد صلى الله عليه وسلم أولو حديث ألا نفيدا روتو أن على الطالب حقوقا ستة شي فورارو كم فورارو حكي أرى كم بيجي حق لنفسه حكي كمان حكي كلان زي بيجي حق لشيوخه حكي شيخ زين مال مازين بيجي حق حكي بيجي للمكان الذي يدرس فيه نال النفس كراجين دي حكي زين بيجي حق لزملائه ادي ما كوي سواز كل كراجين مرو حكي زين بيجي حق لكتابه كتاب انظر حكي زين بيجي حق للعلم الذي تعلمه حكي كرود علم دو علمتنا ما درو حكي زين بيجي حق لنفسه حق كلام زي أبيلي العلم عبادة علم العبادة الإخلاص والمتابعة أرمى كن سلفيا على الجادة على الجادة الخشية المراقبة خفض الجناح وبذل الخيلاء أدير ولني ني سلفية ولي أي سلفية بمعنى أمد أنه كن جمال إذا ثانا ما سلف الصالح دا كن جمر ني ولني ني سرون ذن ولني على ردكتن ذن على روغان انزن نمروك را جبتن زن كرو القناعة والزهد بيجي دينارو تا كان مدبانيا ستنا قناعي وستنا الحمد لله قلتوا التحلي برونق العلم المروءة ني صفتني علم دي فايدا انزن نمكم التمتع بخصال الرجولة حل دون نمكون قايلا ني تمتمت هجر الترفه الإعراض عن مجالس اللغو نيك لا حبتو دا بروم كولتو كرو أدي ما مزل زون ما نباتي فايدا با منتين دا چنتنم كولتو كرو نيك سولتو ني حل من بير والز حل تلالا أدي ما كرو توت أو دي توت دا متا بير والز أدي أو دي نصرح دي زين ليني لانز أو دي نصرون فايدا رفن ديني لانز حق لشيخه حكي مال مميرن دالي والناس في هذا الباب ينشقون طرفين أمس رديو الألن ينشقون طرفين الفوتون ديرو يكتنى ووسطا وسوف يأتينا أول أن أول
شرك حدث في الأرض بسبب شبهة الغلو في الصالحين. أول شرك في حدث في الأرض. وسوف يأتينا ندير إيش أن أول شرك يا برسلك حدث وازنما في الأرض كلاتين وازنما سرتين وازنما هذا بسبب شبهة الغلو في الصالحين أم صالح هذا كراودي كلنجي كوي ثولا شرك وانو فلا بد أن نكون وسطا مع الصالحين لا إفراطا ولا تفريطا. أدي حق دون ممكن من دي الذي يدرس فيه حق لزميله حكي لنا كرو زميل لمي. قال سبحانه وتعالى أنا كنتم خير أمة أخرج للناس. وقال صلى الله عليه وسلم أنا لا يؤمن أحدكم فلما إيمان يروي الجنب حتى يحب لأخيه ينذر سكران صور ما أولو يحب لنفسه كلا ينذر سكران أو صور كلا يا من مسلم إكرام من صو إكرام إكرام دو إيمان كامل زين إكرام يا إيمان كامل جنب أو كلا مرام أو صو مسلم كم مرراي إكراي حكي دون كتاب أكران من دي قلتنا هذا أبي شو بأن يحافظ على الكتاب كتاب لا شيء ينزله لأن الله سبحانه وتعالى كمان دي أنعم علينا بهذه الكتب كتاب لأن كمان دي أندرون يماسي ولا بد من حفظها كتاب لا ينزله دور كاتبة حق للعلم حكي دون علم يدي أبي شو بضبط العلم علم دا توت وتعهده دائما بالمراجعة علم دا وادي تسمي مراجعة كلاكتون والعمل به شلان شلال كندوتون أرش ما حكي دون علم يدي أبي لو قلمي لأنه شو وجب واجب سندي على من تعلم كم نزول أو أنه يعمل على من تعلم أنه يعمل كم دون نزول شيء علم دون شلاسرين ثم بعد ذلك أدي لأن نقول يدعو إلى هذا العلم نقول ننمت لأن ما ينأم صدا بوني لأن هذا نعمة أرنيمة ولا بد أن يشكر هذه النعمة نعمة دونه كمان دي علم ينور ما أدا أذكر ترى كاتبة أذكرني كمان مرة نعمة علم ينور جنا علي أدي يونا من آداب السؤال كروب رزم ما دونه كرويلان كرة أن يتقدم بالسؤال الذي يرجى منه النفع والفائدة سو كرمي نقوله نما مجلس علمي أو سمعلم كرمي نقوله نما كرمي ما أدو كرودونه أو دو شلان فايدة تون دين ما فايدة تون دين ما على طالب العلم كلاف وراء المكراتمة أن يحافظ شيء زريود على هيئته على هيئة حسنة سيفان قلا روتين زران زريو لورم قلا لن تين زران كب كب كدا وبر سب كتا روتا كرو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كن ديو ميرن قاو كن قيم علي باذنين لا يقال قلتين با الله ورسوله أعلم قي قلتين با وإنما شيء يقال قلتين فقط الله أعلم أري قلتين ثانية توريا الله ورسوله أعلم نجي يقول لهم با نجي نقول كم على بعضنا الله أعلم أدي شو أقول لمن دينا لن دينين على كلا قلتنا دام مقارنة درسنا على أو تلت ردينا لكم دين دي سما سر وسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.